يسعدني أن أحضر ومعايا كبار المسؤولين في الدولة والحكومة والقوات المسلحة واللجنة الدائمة إلى مجلس الشورى هذا المنبر الديمقراطي الحر لأؤكد على إحالة الحكومة إلى مشروعين هامين، مشروع دستور دولة الوحدة واتفاقية 27 من رمضان، اتفاق صنع التاريخي بين القيادة اليمنية الموحدة إلى المجلس الموقر، وذلك ليطلع بمسؤولياته التاريخية في هذا اليوم الذي في نفس الوقت يجتمع مجلس الشعب الأعلى في عدن لمناقشة نفس الموضوع واتخاذ الإجراءات الدستورية. يوم عظيم وتاريخي، وأحمل إخواني وأبائي وزملائي في مجلس الشورى هذه المسؤولية التاريخية، والذي بإقرار هاتين الاتفاقيتين يتم إعلان الجمهورية اليمنية يوم غد الساعة 12 ظهرا ترتفع العلام علم الدولة اليمنية على كل المؤسسات والهيئات. وأنه لشرف رفيع وفخر كبير هذا الذي خص به التاريخ أعضاء مجلس الشعب الأعلى الحاضرون هذه الدولة التاريخية التي بها يختتمون فصلا طويلا من تاريخ التمزق والتشتت والانفصال، ويدشنون في نفس الوقت عصرا جديدا ووضاء من تاريخ الشعب اليمني العظيم. أنها الخطوة الأخيرة، خطوة المصادقة على مشروع دستور دولة الوحدة واتفاقية الوحدة، فإلى المجد، إلى العزة، إلى الخلود، إلى الشموخ، إلى السمو. وعلى إثر هذه الخطوة الوحدوية الكبرى توجهت قيادة الوطن اليمني إلى ساحة مبنى رئاسة الجمهورية في عدن، وليقوم الأخ الفريق علي عبد الله صالح رئيس مجلس الرئاسة عند الساعة 11:15 من ظهيرة ذلك اليوم بالشروع في رفع راية الجمهورية اليمنية على سارية مبنى الرئاسة في لحظات تاريخية مهيبة، طالما ارتقبها وتطلع إليها وضحى من أجلها الملايين من أبناء شعبنا عبر عقود طويلة من السنين. في هذه اللحظات المهيبة من يوم 22 من مايو 1990، حيث يرتقي علم اليمن الواحد خفاقا في سماء الوطن، يمسح عن محياها غبار المآسي والآلام التي ظلت تكدر صفوها طوال سنوات التشطير، ويزرع البسمة من جديد على كل شفاه وفي حنايا